هذه أسئلة واستفسارات وردت من المستمعين، نبدأها بالمرسل إبراهيم ابن مقبول. إبراهيم ابن مقبول يقول: إذا جاءك الكافر وبدأك بالسلام، هل يجوز أن ترد عليه بالقول وعليك السلام؟ وما هي كيفية الرد عليه؟ وهل يجوز أن تبادئه بالسلام؟ ماذا رأيكم؟ وفقكم الله لخير الأعمال. الحمد لله، لا يجوز بداءة الكافر السلام بأن تقول له السلام عليكم، ولكن إذا سلم فإنك ترد عليه بهذا اللفظ الذي أقوله الآن، تقول وعليكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك بالنسبة لأهل الكتاب، ومن سواهم فهو مثلهم إن لم يكن أدون منهم. أحسنتم.